أسير تعلمني شلون اقود البلم. هاي هاي العمليه ثم تجي تبدل الجير انت بيه جير من هنا من هنا تسحب عليه هسه سوقاني اي هسه سوق انت يا ربي هسه اول ما استلمه احنا حنقلب الزورق كنت تمشي على نهر دجلة وشفت مناظر كلش حلوة سألت نفسي شنو هي الأعمال اللي ترتبط بنهر دجلة قررت أبحث بهذا الموضوع شلون تشوفون النهر يأثر على حركتكم حركة العبور الناس اللي تعبر من الكرخ للرصافة ومن الرصافة للكرخ بالنسبة احنا اعتمادنا يعني أكثر شيء على النهر السواح يحبون نهر دجلة فيجون يعني ياخذون جولات بيها فكذلك اذا كان نقل او كان سياحه وانه النهر يمتص من عندك الطاقات السلبيه ويعطيك طاقه ايجابيه شنو الاساسيات اللي لازم تكون تعرفها وتكون عندك حتى تقدر تعبر الناس واللي تاخذهم بجولات في نهر دجلة يعني شلون يقود الزورق شلون يشغله شلون وقوفه شلون انتقاله انه انت تجيد السباحه لازم يعرف انه هاي المنطقه بيها جزره وسطيه هاي ما بيها البلم هم 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 بي خطورة صح؟ الخطورة يعتمد على السائق مو الخطورة يعني هو بي خطورة ما بي خطورة يعتمد على السياق إذا جاكي ويعرف شاطر يعرف يتلافى إذا في شيء صار عليه بس إحنا حنشتري لك زورق وعملية تشتغل ويانا بالعبرة خلاص أيوة سهلا وصلت الجوف وظليت أباوع بلكة القالفة شغلة أتعلمها وكان اشوف صياد جاي من بعيد قلت ها هي تاهت ولقيتها من يرتفع منسوب المياه انت عش الصيد صار فشين صار سمكه قويه احنا نقوم يعني نقوم ملحي زين اريد اعرف شنو الاشياء اللي احتاجها انا اتعلمها حتى اكون صياد اول شيء شبك مالك ما يصير لازم بي وصخ لازم يصير عندك صبر يصير عندك استرخاء مو صار عصبي هاي كلها تتعلمها من الشاطئ راح نبلش نصيد وراح يعلمني شلون نصيد هاي اوكي هذا كرب وهذا رصاص واو تكون براها وتيدك براها وتيدك هيك ويا هذا بعد مستوى والذب واو هو طفينا الماطور وقمنا نشتغل بال نهدي هاي صح ولا تهدي شنو السبب ليش يعني على مود الشبش لا يروح منا ولا يجي منا احنا بالكرك وين ما يروح نعالجه هسه شلون راح نلم الشبكه هذا شو اسمه الاقرن نسحبها على كيفنا هو يهدي لي يعني هو يقوم وياي وين ما اروح اني وياي زين بالكراك افرش هو يفر لي البلم من هنا وانا اخذ الاقرى من هنا واجيبها لهنا واقوم اسحب هنا واذب الشبكه هنا تبدي تطلع اخلصهم من عده خلص السمك من الشبك من الشبك وراها تصفط الشبكه انظفها واصفطها وشون اجهز للذبه الثانيه هسه هاي يعني مرحله انه بعد ما كملنا صيد ننظف الشبكه من الوصاخ ونشيل السمك همينه يا دجله الخير يا ام البساتيني هذا الخير كله من نهر دجله الله يرزق العراقيين انتظرونا بجوله جايه او دعناكم خوش حكي احلى نحكي